Muhammad, messenger of God? Who gave him this authority? God sent Muhammad as a mercy to mankind. من قبل صور الإسلام لقيش في احترام كانت عصور الجاهلية دي عصور الظلام مش موجود الاتحاد وكل قبيلة على حدة أفلع على نفسها الأبواب والقوانين متحددة استعباد لعباد الله استعداد تم للفحشاء وقت ناس وفاء إيمان قلوب محتاجة للإنشاء افتخار زايد بالنفس والإصرار على الأخطاء التحكم من الجهل ومن الصعب إنه ينطاق عبادة للجمال والسواد واللسان زاد وفاض عم على البلاد ومن الصعب الانتفاض لازم نقطة انطلاق الاختراق في صوت بكيود الجاهلية وتعمل بيها انشقاق الفاصل يفصل فصل نهائي بين الانسان والجهل يدي لكل واحد حقه راجل ست طفل جهل اي طريق في الدنيا صعب بلاش تختار انت السهل للاسلام رسالته الاولى نبقى عيلة واحدة اهلنا وفهمنا لو التزمنا نروح الجنة الموت لو جالنا مش هينفع نتمنى طب ليه نستنى الموضوع مش محتاج نتأنى عاوزين الجنة تبقى مكاننا علشان فيها نتهنى of Abraham are trapped as victims when being Muslim also means that you're Jew and Christian. Back in dark ages Islam civilized nations with one book, the Quran, written in timeless pages, spreading knowledge and science to Europeans, to Spain, and erasing sexism from extremist brains. Islam means submitting all your faith to God, and Salam means peace in the Arabic tongue. The message is relevant till the end of time, a miracle of God to save mankind. Know about the last scripture that completes the cipher, know about the prophet God promoted in the Bible. Muhammadim is his name in the Hebrew version. Song of Solomon 5:16 is translated on purpose. Allah, la ilaha illa huwa, idana dinna, yani dana luwa, ala sirat al-mustaqim, fi sabilillah, umma wahda muslimin. La ilaha illa Allah, la ilaha illa huwa, idana dinna, yani dana luwa, ala sirat al-mustaqim, fi sabilillah, umma wahda muslimin. La ilaha illa Allah. فكرة مش بسيطة تفكر ان الحال زي كده طب ركز فيها كده تلاقيها مش كلام جد. عايزين اثبات للقدرات مش لثبات ربك خلقها كده عشان توقف اثبات الذات ولده وظهر من نور الله نور على نور بتكلم على عظيم خلق الله محمد الرسول معها عصر طغيان ورايات حمراء عباد الاصنام والضعفاء كان الشقاء قاد عليه السلام والمعارك لرفع كلمه الله مع جنود الشر للانتقام من الكفار الطغاة امي بمعنى رسول الامم اجمعين يا عظيم خلق الله والعلماء والعالمين بقول لك لا اتلقوا ازاي بتفرق بعد ده جرس الحق الدقه على طريق الاسواق فلا قرانك اسلامك سلاحك يا نفس بلا جسد الدنيا والحياه مش دايما لك الى الابد. الله لا اله الا هو ادانا دينا يعني ادانا القوة على الصراط المستقيم في سبيل الله امه واحده مسلمين. لا اله الا الله لا اله الا هو ادانا دينا يعني ادانا القوة على الصراط المستقيم في سبيل الله أمة واحدة مسلمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله من دي سقوة ويا بتسقي من الجوة إن غالي يوم سمع لك فدير جوة يو إسلام إن دين سمع بسيط وفقال وإن كالي هل سمع تيل دي دين كول إن كول سمع بام يادي يو كون بي أف دي بيست فو بي دي بيست داك هنت منسكن إن إيجا ويل بي دا إي فينن يو إسلام إيجا تير يو دي منسكس كوربشون أت غيب وشكولدي يا القرآن الكريم يا أمي أنت ميراكل نتن فاست الليس قول ذو بيس. الله لا إله إلا هو إدانا دينا يعني إدانا القوة على الصراط المستقيم في سبيل الله أمة واحدة مسلمين. لا إله إلا الله لا إله إلا هو إدانا دينا يعني إدانا القوة على الصراط المستقيم في سبيل الله أمة واحدة مسلمين. لا إله إلا الله Yeah.
come here and ask for conditions? Isn't it time yet for you to recognize who you Hamlet, you still doubt in my heart. If we were to cut off your head, it would remove all your doubts. Ali, there's no compulsion in religion. A man may take many years or only need minutes. It's God who decides the time. So respect his doubts. أشهد أن محمدا رسول الله.